يعني كنت في الأول ده قبل التمثيل؟ لا لا قبل كل ده قبل كنت التمثيل. وظائف إدارية في الأول؟ لا التمثيل وبعدين مساعد مخرج كمال أبو رئيس. مساعد مخرج كمال أبو رئيس ساعدني إن أنا كنت بيخليني أعمل الديكور ووزع كاس الممثلين، وهو كان مالك المونتاج في مصر طبعا، أشهر مونتير عبقرية. طبعا. وبعدين دخلت امتحان المذيعين كمان، ده فنجحت كمذيع مع اساس مع ابناء المبنى بقى اللي قعدوا فيه. كان مين وقتها؟ محمد رجائي. محمد رجائي؟ ايوه كان طبعا. انا زعت قبل رجائي وقبل هي اقول للناس محمد رجائي اللي كان عامل فوازير وكان رئيس تلفزيون ورئيس تلفزيون ورئيس قناه طبعا، ووائل عبد المجيد. انا زعت قبلهم على فكره، لان انا كان تدريب قاسي. فاكر انت قلت ايه اول ما كنت مذيع؟ اول جمله قلتها؟ لا انا اول يعني قدمت ايه وقتها؟ اول كان برنامج مع مش فاكر، بس كان برنامج الشباب، وكان المخرج بتاعي مين بقى؟ مين؟ حسين كمال. حسين كمال كان هو المخرج؟ احنا كنا شبان صغيرين كلنا مع بعض. طبعا يعني حسين كان مخرج تلفزيوني. كان الحاله الكبيره امان ناشد هي اللي بتقدم برامج الشباب. ايوه. فانا تدريب قاسي جدا مع الاستاذ صالح زكي طبعا، ومدام سميره كلاني ومدام همت.